شباب شباب لا تسجلون. ايه اقف هنا على السماعة. السلام عليكم. السلام. واذا بغسل مخك كم تعطيني؟ اللي عندي في البوك. وقته 5 دقائق. سؤال، انا بسألك سؤال، ترى راح يكون نقاش شبه فقهي، بس شوف كيف راح ادخله، لان اتكلم بالسياسة عشان ما يتم بتر المقطع. زين، وش حكم الزنا؟ حرام. زين، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعددون؟ ايه. وعندهم جواري؟ والله ما اعرف عن الجواري. لا عندهم جواري، بعدنا ما بدينا الخمس دقائق تقول ما اعرف. عندهم جواري؟ صحابة؟ ايه. كاد. ايه عندهم، وكان زواج المتعة حلال بوقتهم؟ حلال. ايه كان حلال، يعني انا لو انا صحابي متزوج 4 وعندي جواري وكذا وزنا ماعز رضي الله تعالى عنه، شو نقول للشباب المساكين لا جواري ولا زواج متعة ولا قادرين يتزوجون ولا حريم؟ فما بتشوف معي احيانا العقوبة هذه الرجم والجلد فيها مشكلة؟ شوف التردد. ها ها صح، ما تشوف قسوة؟ يعني اوكي الصحابة كانوا محصنين، زواج زواج متعة، حتى موسى الأشعري يقول كنت أستمتع بمد من شعير، يعني زواج متعة وعنده جواري 4 جواري، كان متزوج 4 ومع هذا كان يعني. بس أصلا شوف المساكين طلع عليهم كلهم الزابية، يعني الزابية، فليه نشدد عليهم بحد الرجم؟ ما تشوف الإسلام فيه قسوة شوي؟ رد علمي، رد علمي. فيه قسوة شوي. يعطيك العافية.